أغلى كتير من الياقوت ومن الذهب. صدق الضمير أوفى للخير من غير سبب. في حاجات كتير أغلى كتير من الياقوت ومن الذهب. قلب البصير صدق الضمير أو فعل خير من غير سبب. في حاجات تخلينا يدوب نقدر نعيش، وحاجات بتفضل في القلوب وما بتتنسيش، وحاجات نبيعها ونشتريها كل يوم، وحاجات أصيلة في النفوس ما بتنشريش. في حاجات كتير أغلى كتير من الياقوت ومن الذهب. قلب البصير صدق الضمير أو فعل خير من غير سبب. في حاجات تخلي الروح سعيدة ومساعدة، زي الإيمان والصبر في ساعة القضاء، زي الحنان على حد محتاج للأمان، زي الدعاء والقلب مليان بالرضا بالرضا. في حاجات كتير أغلى كتير من الياقوت ومن الذهب. قلب البصير صدق الضمير أو فعل خير من غير سبب. زي ابتسام الطفل للشمس الجميلة، أو فرحة المسكين بلقمة كف عيلة. بعد الثبات تلمس ايدينا الامنيات، واحنا اللي كنا بنفتكرها بنفتكرها مستحيلة مستحيلة. في حاجات كتير أغلى كتير من الياقوت ومن الذهب. قلب البصير صدق الضمير أو فعل خير من غير سبب. في حاجات تخلينا يدوب نقدر نعيش، وحاجات بتفضل في القلوب وما بتتنسيش، وحاجات نبيعها ونشتريها كل يوم، وحاجات أصيلة في النفوس ما بتنشريش. انت البصيص له أساس المصري، قول له الجملة بتاعته 3 2 1 أكشن. حتى لو باع العربية مش هجيب له فلوس كتير على طول. يلا الجملة بتاعتك يا استاذ ياسر 3 2 1. الولد هيقول اتفضل 3 2. هيقول اتفضل 3 2 1. اكشن. الاجابه الصح همرق لك فيها، تفهم انت هنا ان دي الاجابه الصح وتقولها. طب ما فيش اختيارات. حركه ليه متضايق؟ عشان انا معرفش ان انا بختار هشام نافع كده. انت مش عارف الشروط كويس؟ كنت عارف. طب انت مش عارف ان لو اخترت هشام انه مش هيساعدك؟ ده انا امه. ليه؟ ما يلا. لا انا جاي من اخر الدنيا. انا جيت كل ده عمال 3 2 1 انا جاي من اخر الدنيا. انا جيت كل ده عمال يا حبيبي. يلا الثاني 3 2 1 انا جاي من اخر الدنيا. يا حبيبي كنت اتصلت بينا وسالت، كنت قلت لك
زيارة النور. ركز زيارة. سريتو نفس البوم. بنحط دي ده على يلا بينا تاني يا استاذ ياسر بعد ما تقول اجابه صحيحه نسقط مش اسمها كلام اجابه صحيحه عشان اجبت على صوتي يلا 3 2 1 اكشن الله اكبر وكمان ما استنيتش الاختيارات اجابه صحيحه انت عارف انت هتقول ايه هو هيقول اجابه صحيحه بعد ما تقول اجابه صحيحه سقط 3 2 1 اكشن الله اكبر وكمان ما استفدتش الاختيارات. الإجابة صحيحة. ودلوقتي دور هشام زميل يوسف علشان يختار سؤال لمازن. هشام. يا هشام. هشام. يا ابني اصحى بقى مرة في السنة. هشام. شاب قوم تعالى هنتجه انا وانت اقول لك ايه؟ هو انا عارفاها بس يلا احلى حاجه جميله بتعجبني فيكي ان انت بتبقي نشيطه وانت رايحه المدرسه هتقولي انا اصلا بحب المدرسه اوكي؟ احلى حاجه بتعجبني فيكي يا جميله ان انت بتبقي نشيطه وانت رايحه المدرسه تعالى كده يمين ولا شمال؟ ينفع اروح المدرسه؟ اه كل يوم شفتي وجعاني فين الدواء اللي كنت بديه لك بتاع البطن؟ لما ترجع هجيب لك ايوه جميله استني انت ايه اللي طلعك من المدرسه بدري وخلاكي ما تستنيش اخوكي؟ ما هو اتاخر في المدرسه تقوم تسيبيه تمشي؟ يا بابا يوسف ده اصلا بيعمل كل حاجه بمزاجه ممكن استناه كتير وما يجيش لا هيجي استنى اخوك يا جميله عشان هو دايما هيجي كام؟ قول الجمله الاخيره في جملة قبليها خليه يرجعني. يلا 3 2 1 تاني يا يوسف معلش يا استاذ استاذ مينا نعم بص على فريمك في الروم ايه اللي حصل يا جماعه الصوت بره يلا 3 2 1 1 انت قبل يا حبيبي زي ما انا قلت وشرحت. ما كنتش موجود ساعتها يعني حضرتك قعدت انت حضرتك ما يلا معلش يا حبيبي. يا عم هشام. ايوه. تعالى طيب. تعالى يلا حركة. في مروحة شغالة بره يا جماعة. لا لا ايه؟ ستة تريدو
نظرتك بتاعتي بتدي حاجة ان انت بتقرا. حاضر. تريدو بجد مين؟ ملابس كان كل يوم بامية 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 ورا ال انت هتخش في العدسه كده يا ريس. هنا ما عرفت هيجي. نوكر سموك حركه ان عشان اللي بيدق ارجع خبط ورا يلا حركه حركه كمان حركه 3 2 1 وصل يوسف اكشن هات الولد الثاني يا كرولوس يلا ولا يهمك يا يوسف اللي خبط ورا 3 2 1 اكشن حلو قوي استاذ يوسف المارك بتاعك قدام شويه لا كان هنا لا انت قدام انت قدام بس هو ده ارجع يوسف على ظهرك بس هو ده قدام في النص ايوه يلا 3 2 حركه اكشن هاد تريدو اش ايه ده ايه ده يا يلا فك تاني كات كات يا محبوس بيه يا محبوس بيه فهمني لا ده مش هبوظ لك الشغل بس انا مش عارف ادور لك القريه اللي انت عايزها دي يا محبوس بيه ابويا زي ما هو عايز ابويا قاعد في البيت وانا اللي شغال انا اللي بدور الدنيا هنا يا محبوس بيه حطها حط يا محبوس بيه يا محروس بيركز معايا لا 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 انت ايه يا عم انت ثواني محروس بيه في ايه في ايه يا عم مالك انا اسف انت اسف في ايه او انا بغطس في اخوان ليه في ايه يا عم عليك يا عم كرسي عمال ينزل مني بسم الله يلا 3 2 1 اكشن ايه 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 انت يا ابن ابو الليل مش
هسيبك كل شويه لاني نومي. انا مش هسيبك يا ابو، انا مش هكبر لحد. انا هجيبه، انا هجيب ابو خالد. انا بقول لك اهو ابو خالد. اللي هو انا؟ ايوه. ايه يا زين؟ انا اللي كنت بخبط يا اخي. عيب عليك في السن ده يا اخي. ها عيب تقومش تخبط على الناس كده. معلش، ما انا جيت لك الصبح كنت نايم، جيت لك الظهر برضه نايم، دلوقتي برضه نايم يا اخي. انت شايف ما انا بطرح ما انا عايز يا اخي، ونايم على فيتك انا ولا ايه؟ ما اقصدش. رحت لعبد الفتاح وطبطبت عليه وقلت له سيبه. وبعد كده نمتوا؟ طب كمل يا حبيبي، ايه اللي حصل بعد كده؟ بالليل سمعت صوت الباب بيجي. بس يلا يا ريس اتفضل. رحت لعبد الفتاح وطبطبت عليه وقلت له ما تزعلش منه. كمل يا حبيبي. حلو وبعد كده حلو قوي. قلت حلو يلا. 3 2 1 رحت لعبد الفتاح وطبطبت عليه وقلت له ما تزعلش معي، ما تزعلش من يوسف. يلا قولها بقى. يلا صفر بقى. يلا 3 2 1 رحت لعبد الفتاح وطبطبت عليه وقلت له ما تزعلش من يوسف. بعد كده نمت. والله ما هيقولها. لا هيقولها. سر الصلاة على النبي هيقولها. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. رحت لعبد الفتاح. ثانية واحدة يا جماعة. رحت لعبد الفتاح وقلت له ما تزعلش من يوسف وبعد كده نمنا. رحت لعبد الفتاح وقلت ثانية واحدة. رحت لعبد الفتاح وقلت له ما تزعلش من يوسف وبعد كده نمنا. يلا قول. يلا يا راجل. يلا 3 2 1 رحت لعبد الفتاح وقلت له ما تزعلش من يوسف بعد كده نمنا. أجل يا حبيبي. بتضيع فات على عشان انت لقيت مفتوح يا خايف. يلا نفس التاني بالاول. هو ما يخش صح؟ احلى واحد. احلى واحد ماشي يا شباب. 3 2 1 احلى واحد. سيبنا نشوف شغلانه بقى. كفايه عطل. ماشي يا وسط. ايوه بقى، بقيت بتتعلم بسرعه. ما انا بتعلم بسرعه والله، وعارف ان انا بتعلم بسرعه. يا حبيبي خيري. خيري الخير ساعات بيكون بالحزن متغلف، والقلب لو كان حنون بالحب بيسلف، وقصص كتير في الكون فيها الشجن متلون، ما تجيش في بال وخيال شاعر ولا مؤلف. الخير ساعات بيكون بالحزن متغلف، والقلب لو كان حنون من حبه بيسلف. ايامي مهما تمر والحلو يبقى لي مر، ودموع تسكن ضلوعي او من عيوني تفر. انا لسه بحلم ببكره وعلي فيك الف فكره، روحي من الفرحه طايره والحزن يبقى لي ذكرى. خير ساعات بيكون بالحزن متغلف، والقلب لو كان حنون من حبه بيسلف. والاختبار الحقيقي في وقت حزني وضيقي، لما الاقي ابتلائي هو ونيسي وصديق. مين اللي قال النهايه لو قربت من البدايه؟ هنقول ده خلصت كفايه. لا لسه فيها الحكايه، لا لسه فيها الحكايه، لا لسه فيها الحكايه.